اسمع، إن أبي يخطط لشراء سيارة جديدة، وسوف يأخذني إلى معرض السيارات لاختيارها. حقاً، ووالدي أيضاً. ما هو نوع السيارة التي يخطط والدك لشرائها؟ أنا ألح عليه دائماً بأن يشتري سيارة قوية وكبيرة. وماذا عنك؟ هل تعلم ما الذي يخطط أباك لشرائه؟ نعم، لقد أخبرني أبي البارحة إنه يريد شراء سيارة تعمل بوقود الديزل. ماذا؟ ديزل؟ هل تخططون لشراء شاحنة أم ماذا؟ إن السيارات التي تعمل بوقود الديزل تكون ذات رائحة وتصدر ضجيجاً عالياً ودخاناً أسود. هذا فعلاً مضحك. أنت لا تدري ما هو الديزل في أيامنا هذه. ما هي أنواع السيارات التي تعجبك بني؟ إني أحب الشاحنات الصغيرة أو ما يسمونها البيكاب. إنها سيارة قوية وعملية. حسناً، والآن هل لديك أي معلومات عن محركات الديزل؟ لا أبي، ما هي محركات الديزل؟ إن محرك الديزل هو اختراع مميز، وهو أفضل من المحركات التي تعمل بالبنزين من نواحي عديدة. والآن حان الوقت لنتعلم عن محرك الديزل. مرحبا بكم في عالم محركات الديزل. أود اليوم أن أشرح لكم عن مزايا فوائد الديزل. والآن دعونا نركز على أهم وأول فائدة من فوائد الديزل، وهي الاقتصاد في استهلاك الوقود. إن الاقتصاد في استهلاك الوقود من أهم فوائد الديزل. هل تدري لماذا؟ الاقتصاد في استهلاك الوقود الحفاظ على الوقود، ولكن ما الفائدة من ذلك؟ حسناً، من أولى الميزات أن أباك سيدفع مالاً أقل للوقود على ما أظن. حقاً؟ أبي، هل يمكنني شراء لعبة بالمال المتبقي؟ حسناً، أظن أنه يجب أن أشتري حقائب لوالدتك أولاً ومن ثم لعبتك. وهناك المزيد أيضاً، هل تعلم المسافة التي يمكن لمحركات الديزل قطعها من دون التزود بالوقود؟ 100 كيلومتر؟ لا، بل أكثر من 1000 كيلومتر. هذا رائع، بهذه الميزة يمكنني زيارة عمي في جدة. إذن بعد أن نشتري السيارة سنذهب جميعا إلى جدة. ولكن قبل ذلك دعونا نستفيد من بعض النصائح لمتخصصين من شركة رائدة عالميا في صناعة محركات الديزل. هذا كل ما سمعته من أبي وتعلمته البارحة. هل عرفت الآن؟ حسناً، سأذهب إلى المنزل حالاً للتحدث مع أبي. مع السلامة. هيا يا أبي، لنذهب إلى معرض سيارات الديزل. عن ماذا تتحدث يا بني؟ هل تقصد السيارات التي تستخدم محركات ديزل؟ نعم، إن العالم يتجه نحو وقود الديزل حالياً. حسناً إذن، هيا بنا لنذهب إلى المعرض سوياً. رائع، ومن ثم يمكننا الذهاب إلى متجر الألعاب. حسناً، لنذهب.